النشيد الوطني. المؤسسة هذه الهدف الرئيسي تاعها هو تجميع الإطارات والكفاءات من أجل التواصل والتكامل في مختلف المجالات. نسعى من خلال هذه المؤسسة إلى تفعيل أدوار النخب وتفعيل أدوار الكفاءات الوطنية بما يخدم المصلحة الوطنية. احنا تصادف إنشاء المؤسسة مع هذا الاستحقاق الوطني المهم للجزائر، فكان فرصة لنا أن ندعو إلى التفاعل، وهذا هو الهدف الرئيسي، وهو دعوة النخب والكفاءات إلى التفاعل مع هذه الأحداث بالمشاركة الفعالة الإيجابية ضمن مقاربة رئيسية وهي الالتزام الوطني، سي لونغاجمون باتريوتيك. المساهمة اللي تقوم بها من أجل إعادة هذه الفئة المتمثلة في الدكاترة والمفكرين والفاعلين في المجتمع الجزائري لإعادتهم إلى الواجهة من أجل يعني القيام بدور رئيسي ودور ممتاز في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.